التاريخ 15/3. هاي انتفاضة الثلاثاء 15 أدار. This is the 15th of March 2011. Syrians took to the streets demanding the release of political prisoners. By May, the army began violent response to protests around the country. A full-blown war erupted between various rebel factions and the Syrian army, with no end in sight. Since the uprising, over 2.5 million Syrians have become refugees, and another 6 million displaced. Many of them have ended up in camps around Syria, in Jordan, Turkey, and Lebanon. Some Syrians have risked their lives, leaving everything behind, to come to Europe and escape life in war. They're fleeing to Britain. تمنيت انه ما تظهر صورة وجهي وعارف عن نفسي بسبب خوفي من نظام يقتل العائلة. انا هي اول مرة بحكي انه عالشيء اللي صار معي. انا هربت مشان لا اقتل ولا انقتل. وطبعا ما عندي مشكلة اذا كنت انقتل بس ما اقتل. Calais, a port city on the northern coast of France. Closest crossing to England. This is home to over 300 people from conflict zones across the globe. Fleeing Syrians found themselves in camps, yards away from the Calais dock, with little left but the clothes on their backs, and nowhere else to go. With nothing to pay for passage, and no legal way to travel. England does not want them, and neither does France. Some are here for months, cold, wet, alone. أنا حالياً لاجئ سوري من محافظة إدلب، مدينة كفر نبول. مسمية عاصمة الثورة السورية. كنا نعيش قبل الأحداث حياة طبيعية، حياة بسيطة كتير. ما كنا نعرف العنف، ما كنا نعرف شيء اسمه قتل، دمار، حرب، قتل أطفال. بشكل عام كنا عايشين عيشة بسيطة كتير. أنا طالب جامعة ومعلم شاورما بنفس الوقت. كنت أشتغل وأدرس، ما كنت يعني الوقت ما كنت حس فيه. All their time is consumed by the try. This is what exiles call trying every night to get to Britain. Three young Syrian men here in Calais, a student, a graduate, and a soldier. They could not show their faces. They couldn't give their names. These are their stories. كنت طالب جامعي، درست وصارت الأحداث والمشاكل. حياة إنسان طبيعي، يعني إلي وظيفة، يعني إلي عملي زائد دراستي. كان يعني كنا عايشين نوعا ما بأمان ومرتاحين. نتيجة الظروف طلعت من سوريا، خرجت توجهت على دول أوروبا، وعندي هدف أروح على بريطانيا. السبب بريطانيا أو حتى بشكل عام دول أوروبا، بريطانيا خصوصا تعترف بحقوق الإنسان، وأنا لهذا الشيء حبيت أروح على بريطانيا وأطلع من جو الحرب هذا اللي أنا عايشه. هي ظروف دولة، ظروف شعب. نحن ناس مو اللي هجرنا، مو نحن أقليمين ثقافية، فئة قليلة الثقافة حاربت قاتلت
بس بداية أولا وأخيرا هن يلي شاف الإجرام الدولي هو أضعاف 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 إجرام الباقي. حماة 1/7/2011 جمعة أرحال. Every Friday, demonstrations continued, months on end. ما حدا كان متوقع إنه صار تطول لهالوقت اللي وصلت له هلا. كانت كل جمعة في إلها تسمية. كنا نقول هاي آخر جمعة. لا هالشهر. لا لبعد العيد. لا عرس السنة. سبحان الله الله له حكمة. لحتى يبين الظالم من المظلوم. After the death toll reached 100,000, the UN stopped the count. تدمير المدن هذا ما تتخيلي الدمار اللي صار. ما تتخيلي. الناس كيف صارت عايشة ما بعرف. هي صبنا ثلاث سنين يعني ثلاث سنين حبب حبب نفسي حبب أعصاب أموات يوميا شهداء تحت الأرض تحت الأنقاض بقصف دائم قصف دبابات قصف صواريخ أسلحة كيماوي. أنا كنت في نفس حما فانسجنت في حماد بسبب طلعت مظاهرات كثيرة مع الشباب وانكمشت من قبل قوات الأمن. جنت لمدة شهر تقريبا. كيف كان كل يوم في تعذيب يوميا بالليل. كنا ننام بالنهار ننام كيف ما كان وبالليل تعذيب أصوات تعذيب. وكان تقريبا كل يوم يومين يكون مثلا في ميت. في عنا خدمة إجبارية فكان حظي أنا بداية الأحداث كنت أنام بخدمة. رحت أنا على الخدمة مجبور فوضع عادي يعني تدريب كانوا يدربونا فأنا اختصاصي دبابة هي تانك فالتدريب عادي يعني إحنا أنا كان موقعي على حدود الإسرائيلية كان دفاعا عن دمشق. هاي كانت مهمتي دفاعا عن دمشق كجيش مو ك يعني كجيش نظامي. فصارت الأحداث طلبونا لمهمات على الناس. منوكل لكم الشرارة الأولى للانتفاضة السورية التجمع الآخر سيكون بداية الأحداث. نحن الجيش السوري كان عم يقاوم مظاهرات فعلا يعني أطفال ونساء وماسكين أعلام وماسكين زيتون بيضربوا فوق الرصاص وبيهربوا بالليل وشخص بيضرب عليهم على القوة العسكرية رصاصة فهن بيردوا عليهم بيصيبوا المنازل ما عندهم مشكلة بيقصفوا ما عندهم مشكلة. طبعا مو الكل طبعا مو الكل لأنه الجيش هو أنا وهذا وهذا. السنة الثانية بالجامعة بلشت المظاهرات. أول شيء بلشت في درعا بعدين بانياس بالمرتبة الثالثة أو الرابعة يمكن كانت هي منطقة كفرنبل هي ضيعتنا كفرنبل طلعت فيها طلعنا فيها أكثر من مظاهرة. يعني مرور الزمن الجيش بلش يدخل على كل منطقة فيها مظاهرات أو فيها شيء ضد النظام بلش يدخل عليها الجيش. دخل على منطقتنا نحن الجيش. أنا كنت روح أجي على الجامعة لمرة كنت رايح على الجامعة بوقفني حاجز بيقول لي بدكم حرية بدكم سقطوا نظام انهال علي بالضرب. ضربني ضرب مبرح يعني ما أنا هي أول مرة بحكي أنه على الشيء اللي صار معي أنه لما على الضرب اللي ضربته أكلت قتل يعني بس أنه ما علم على وشي ولا علم على شيء أنه ملامح أنه ضرب مبرح بس بشيء أنه بس هو خبير يعني كيف بإلقاء الضربة على الشخص الآخر. كنت أنا رايح على الجامعة من بعدها أنا يعني رحت ما كفيت رحت ما رحت على الجامعة مشيت على منطقة تانية ولفيت ورجعت
قعدت في الضيعه اسبوع 10 ايام وطلعت على لبنان بيروت. صرت اشتغل هونيك، اشتغلت ما يقارب سنه سنه ونص. كانت الاحداث في سوريا يعني قائمه، كان قتل ودمار وقصف عن بكل تقريبا معظم ارجاء سوريا. وصلت لمرحله يعني اول احداث لما كان يستشهد شخص، كانت المنطقه كلها تسكر، كلها مثلا حداد عليه. وصلت لمرحله انه لما يموت شخص، لما يقتل شخص ولا كانه شيء صار، ما هو مجرد انه قتل، يعني اشلاء اشخاص بالشوارع من قصف من الصواريخ من الدبابات من المدافع. For each of these men there came a time when they felt they had no other option. They had to leave. كنت مش يعني متنقل من منطقة ساخنة من منطقة الساخنة إلى المنطقة الباردة، وأنا وعائلتي بنروح لهون ولهون، يعني ما فيش مكان محدد. وين ما بيكون في مكان هادئ نوعا ما بنروح له، لبين ما يجي دور الطيران على هالمكان نرجع بننتقل لمكان ثاني وهكذا. يعني ما حصلنا نسبة في مكان معين، يعني كنا بننتقل من المدن إلى الأرياف من هنا إلى هنا. Their journeys take them from city to city. Eventually, Talal would end up spending hours in the sea. جيت وقتها قررت أنا أطلع أوروبا. سافرت على تركيا، من بيروت على تركيا. تميت في تركيا ما يقارب الشهر. هالشهر حاولت فيه عن طريق البحر، جيت عن اليونان من تركيا على البحر. حاولت فيه 4 محاولات. أول محاولة تميت 24 ساعة بالمي. القارب الموتور تبعه عطل ما عاد اشتغل، وندق للسلطات للخفر اليوناني ما يردوا علينا. اخر شيء ردوا علينا واجوا بعد 18 ساعة. لما اجونا حطونا في القارب تبعهم، اللي معه تليفون، اللي معه مصاري، اللي معه اي شيء اخذوه منهم، كانوا ملتمين. بعد ما اخذونا زتونا في المياه الاقليميه التركيه. بالصدفه كان في شخص معه تليفون صغير، يعني تليفون ما احتمال شافوه ما اخذوه. هلا خنوا سرقوا التليفونات، سرقوا مصاري، سرقوا دخان. التليفونات تليفون صغير ما عجبهم او شيء تركوه. يعني صرنا نحاول. لما زتونا بالمياه الاقليميه كانت الموج مرتفعه كثير، كان عددنا ما يقارب كنا 37 شخص. قارب مطاطي بلم، يعني الله اللي نجانا. لبين ما دقينا للسلطات التركية وحددوا موقعنا اجوا اخذونا. هي كانت اول رحلة. رجعت حاولت محاولة ثانية ما نجحت، محاولة ثالثة ما نجحت، وكلهم فيهم مآسي. المحاولة الرابعة الحمد لله نجحت. كان عددنا 25 شخص. البلم البوت صغير. لما طلعنا في المي كانت مدة الرحلة أنا 9 ساعات، الشباب 6 ساعات. 6 ساعات والموتور عطل ما عاد يشتغل. جيت أنا حاولت 4 محاولات ولو بدي أرجع، والجزيرة قريبة علي. جيت سبح نزلت سباحة، تميت أسبح 3 ساعات لحتى وصلت للجزيرة. هالـ3 ساعات شفت الموت. يعني كنت لابس سترة نجاة، يعني سبحان الله هي الله وهي اللي نجوني. اسبح 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 احس حالي بمكاني. اخر شيء في شخص كبير بالعمر صار يعيط لي، يقول لي تعال تعال تعال، قل له مين عم بقدر انه وصل لعندك. يعني هو كان يشجعني بالكلام لحتى وصلت للجزيرة. A journey like Talal's can cost anywhere from 800 to 2,000 euros. That's more than a year's salary in Syria. Some people sell everything they own. They pay someone to smuggle them out of the country. أي واحد بيشتغل بالشغلة ما عنده قلب، لأنه عم يقامر بالبشر. احتمال تموت احتمال تعيش ما عنده مشكلة. ما
تنمينا بالكامب 17 يوم وطلعنا على أسينا. صرت حيول بالشاحنة بدون علم الشوفير، اطلع بالشاحنة وصل للمينا يمسكني البوليس يرجعني. اخر شيء وصلت للشاحنة للكاميون ودخلت الباخرة. الباخرة طلعت وصلت لإيطاليا لميناء بيري. كانت مدة الرحلة 16 ساعة. لما وصلنا شافني البوليس الإيطالي، مسكني رجعني على الزنزانة في الباخرة ورجعوني على اليونان مرة ثانية. رجعت لما استلمتني السلطات اليونانية حبسوني 4 أيام، بما أني معي خرطية أنا هناك حبسوني 4 أيام وطلعوني. بنفس اليوم اللي طلعت فيه من السجن الساعة 8 المساء رجعت على الجبل وحاولت مرة ثانية، والحمد لله أحسنت أطلع للشاحنة ووصلت للباخرة. كانت هي مدة الرحلة 24 ساعة. وصلت للشاحنة وصلت لإيطاليا، نزلت في مدينة ما بعرف شو اسمها. بعد ما وصلت اتصلت في تاكسي، جت أخذتني على المترو وجيت من المترو لميلانو، من ميلانو باريس، من باريس جيت لهون. قطعتي تحركت قاتلت بدون ما أنا أروح. يقاتلوا مسلحين بس بقوة فارطة. طلبوا عمليات، يعني مثلا كان معروف انه يوم الجمعة يصير في مظاهرات او شيء، فطلبوا انه نحمي هي، مو نحمي، سيطر على هي المظاهرات. فنزلت اول مرة طبعا ما صار لا اشتباكات ولا شيء، بس صار تهديد من احد الضباط اذا بصير هيك مرة ثانية انا ما رح اكون ساكت. فانا نصيبي المرة الثانية ما نزلت، عرفتك، لانه نحن اعداد كبيرة كنا، فما نزلت. نزلوا غيري وشافوا، مات وقت 8 من الناس، وفعلا ما كان في رصاص، ما كان في قتل. فانا لما اجى دوري الجمعة الجاي قبل بيوم هربت. Right before he tried to leave the country, Muhammad was arrested. فانا لما شفتها بدها تكبر ما بدي شارك باي شيء. يعني انا طبيعتي ما بتسمح شارك باي شيء، في ناس كثير هيك بالالاف. هربت. He escaped during a transfer between facilities. هربت تلحقوا أهلي. وين مخبينه؟ وين حاطينه؟ فاضطريت أهرب 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 لطلعت برات البلد. في عالم مسكت وماتت، تعتبر خائن. هو ما عم يخون، هو ما بده. إحنا ما عم نقاتل جيش عم يقاتلنا. The opposition told Muhammad they wanted him to fight for them now. انا هربت عشان لا اقتل ولا انقتل، وطبعا ما عندي مشكله اذا كنت انقتل بس ما اقتل. كان مخططي، طلعت من سوفيا لتركيا، من تركيا طلعت لليونان طبعا بشكل غير نظامي، اعترف بهذا، ولكن لا يوجد أمامي حل غير هيك. وصلت على اليونان، ومن اليونان كمان بشكل أيضا غير نظامي صعدت إلى مطار فرنسا، وفرنسا أتيت إلى هنا إلى مدينة كالي. يعني كنت أغلب الأحيان عبنام وين من كان. بتركيا حسنت أمن حالي أنا أم عند شباب أصحابي. باليونان ضليت حوالي أسبوع مشنطات ما بدون بيت. بعدين حسنت كمان أنا أدبر مع شباب من هنا إلى هنا، تعرفت عليهم ونمت عندهم شهر لبين ما حسنت أطلع. يعني هي من الأصل حياة تشرد بتشرد. These trips can take months if not a year. Refugees stay in camps like this one across Europe, going on tries whenever they can. احتمال يموت ما عندهم مشكلة. المهرب ما عنده مشكلة فعلا. أحكي لك، أنا لما كنت باليونان طلعوا أصدقائي بالشاحنة، طلعوهم ببراد، عفوا بخزان، سكروا عليهم. محمد tells of people smuggled in a shipping container on the back of a truck. They were shut in for 18 hours. عرفتي كيف؟ فسكروا عليهم، وبس وصلوا فوق فتح عليهم تنفسوا حوالي 12 ساعة.
That was too long. When they opened the doors, they had suffocated and died. Some make it, some get caught, some die. For the smuggler, it's just a numbers game. Upon arrival at Camp Limbo, you smell a whiff of urine, although they try to keep clean. There are no toilet facilities. They urinate into old Coke bottles and line them up against the train track. They have made a designated area for this. They are men trying to live in a civilized way in an uncivilized situation. عملناه في خيمة عملناه في خيمة بشكل عام نحن سوريين مصريين أفغان أفارقة عملناه هون يعني تحت الشتاء تحت البرد ما عندنا أي شيء من متطلبات الحياة نقصنا كل شيء يعني اللي عم يساعدنا لا الحكومة الفرنسية ولا أي حكومة في العالم اللي عم يساعدونا جمعيات إنسانية There are no government funds in Calais for this. The people who help the refugees are ordinary neighbors, activist groups, church groups, mosques, anyone who's willing to help out, even though it might be illegal. They give out shoes, food, herbs for medicine. They pass out hot tea. And it's still not enough. وصلت على كالي وسألت على مجمع السوريين اسمه منظمة السلام سألت على المنظمة طبعا ما كنت متخيل أنا بهالشكل كنت متخيل إنه حاجي على منظمة يعني على القليل إنه يكون مثلا بيوت من خشب أو يكون في كهرباء ومي فما توقعت أنا بشكل هيك إنه يكون في مخيم وصلت إنه هون قالوا لي هون في سوريين وهون في الناس اللي قاعدين على بدهم يروح على بريطانيا عصيانين وصلت لقيت المخيم تفاجأت طبعا بس ما بيطعش بإيدي حنان في المخيم واضطريت إنه تزبط خيمة صغيرة وأحط رأسي وأنام فيها وجبة الطعام هي حتكون وجبة باليوم مرة واحدة فقط الساعة 6 المساء يعني عم نضل جوعاني من الصبح للمساء للوجبة بالنسبة للحمام ما فيش واحد يتحمم يحلق ما فيش حتى ما في أي شيء يعني عايشين هيك Even though there is no running water, there is a tap nearby. They wash what they can in the cold water. الخيمة من تحت عم تكون مي يعني نحن عم ننام على طوب ومي وفوقنا عم بينزل مي برد سد الخيم وقت عم بيصير هواء وعاصفة عم بتطير الخيمة واحد بيكون جوا بردان بتطير الخيمة ما بيلاقي خيمة Inside this tent, the ground sheet between the bedding and the earth is always wet. It's cold, it's cramped, it's where he sleeps. هون خيام نحن عم نظبطها كيف ما كان وهون برد كثير برد يعني عم نلبس فوقنا وهيك وعم نضل عم نوجف وفي شخص من سوريا ذاك اليوم اخذناه بالليل على المستشفى نتيجة حبس برد يعني ضل عم يوجف واعصابه انهارت بس انا وقت جيت وسكنت في الخيام وقضيت حياتي في الخيام هون وتعبت يعني حتى انا نفسيا تعبان Around midnight, smugglers direct the refugees onto trucks on their way to Britain. بالنسبة للطلعة للميناء عم بتكون عن طريق طبعا ناس مهربين بيشتغلوا هاي الشغلة بيطلعونا بالشاحنة من الساعة 12 بالليل للساعة 8 الصبح بدون علم السائق السائق طبعا لا يدري انه نحن في قلب الشاحنة عن حبيكون طبعا جوا بارد جدا في قلب الشاحنة عم بتروح الشاحنة لداخل الميناء بالميناء من اول حاجز بيقول له يعني بينزلونا بيعرف انه في ناس داخل الشاحنه فبينزلونا نحن طبعا بنكون 8 ساعات داخل الشاحنه من البرد بكره بعد يومين بتطبق الشهر حاولت اول محاوله طلعت في شاحنه فيها مواد كيماويه
قلت لك بالمرة الماضية لما جيت من لما طلعت على بلجيكا، طلعت على بلجيكا على الدنجل، يعني بين الدولابين على السيخ، على أساس داخل اليمين ما دخلت اليمين، رحت الشاحنة الكاميون على بلجيكا. لما رحت على بلجيكا كانوا أغلب الشوفيرين جايين لهون، كنت أنا بحسين الدنجل مرة تانية وبرجع على اليمين. Two days before talking to Talal, a young man tried the same way, hanging below a moving truck. He fell off and was run over. He died. بس أنا يعني بالأخير هي روح، والروح غالي. يعني أنا كنت عم بفكر إنه بس أطلع على دولة تانية، بس لما من هاك اليوم قررت إنه خلاص بريطانيا لا. أنا عم بستنى يومين ثلاثة وطالع على غير دولة، بس هلق عم بحاول، قلت بلكي على وعسى. نحاول نصعد للباخرة، والباخرة هي حتوحى لبريطانيا، في ساعتين فقط في الباخرة، ما عم نستطيع نوصل للباخرة. عم ينزلونا ويرجعونا على المخيم. بالنسبة لي طموحي هون، لو كلفتني أقعد بالبرد 7 شهور. محبة، استقرار، لغة. إذا متت أنت لك يعني ما برضى حدا يشفع علي، أو لأنه أنا هيك بدي، أنا مو بدي الموت، أنا عم بسعى أستقر. هاي نهاية حروب، ما بعرف مين فعى مين شغلة، ما بعرف مين حركة. في ناس إلى مصلحة تضل شاعلة 3 سنين، معقول ما حدا عرف يوقفها؟ معقول ما حدا عرف يوقفها؟ وين المجتمع؟ وين الناس؟ 3 سنين وناس عم تموت. بيهمني أطفال، نساء، شيوخ، ناس ما إلى ذنب. أنا إذا بالقصف مات أبي وأمي، أنا بعرفهم شو هني، شو ذنبهم؟ أهلي بعدهم بكفرنبل ما رضوا يطلعوا، لأنه ولا مجموعة كتير كبيرة من أهل الضيعة ومن سوريا بشكل عام، يعني بيقول لك لا، منموت في البيت، منموت في بيتنا، ولا نطلع ونتركه. بتمنى أنا ما كان صار كل هالشي بسوريا وضل بشار الأسد ولا مات الناس. On one of his many tries, Mohammed made it to the UK. He's waiting for a decision on whether he can stay. Talal said he was going to try somewhere else. And we don't know about Hani. بالنهاية أنا هون ولا شيء. صفر. زيرو. إذا بيقتلوني ما حدا بياخد حق. إذا مت وأنا عم فوت ما حدا يسأل عني.